الساحات. يتواصل معكم هذا النبض الصباحي مشاهدينا وهذه الأبواب المفتوحة على مناطق النبض الصباحي في إيقاع صباح الشروق وهذه النافذة على القضارف وسوق النساء. للمكان عبق خاص، هو مزيج من العراقة التي عتقتها السنوات وما تصنعه هذه السنين من تقيير في الناس وأنماط العيش. وهنا تتبدى للناظر أشكال من المهن التي تستمد ألقها من ارتباطها بتراث الناس في القضارف. نحن بالذات دكاننا بنشغل عن قريب مخرطة وعن قريب اسمه عادل، عادل عن قريب البلدي ساكت، يعني عن قريب شعبي. فعن قريب المخرطة دي فيها صنط وفيها حاجة تانية حطب ساي عادي خشب. فبيجونا طبعا المناسبات بتاعت الزواج زمان ما في سرير، يجي بشيل عن قريب الحنة، ما شال عن قريب الحنة هنا زي المعرس، حتى إن شاء الله عمر البدوي الله يرحمه، يجي يشيل عن قريب الحنة من هنا. فاستمرينا في الحكاية دي طوالنا من استمرينا فيها. وتاني ابتدينا شوية شوية ظهرت حاجة موضوع اسمها القنا، ما القنا والحاجات بشوية بقينا نلخبط شوية قنا زايد عن قريب بالشكل ده، وبنجيب مراتب والإحفاد برضه وقطن. بالنسبة طبعا الزول لما يجي يشيل عن قريب ده للمناسبة داير المرتبة، يشيل معاه المرتبة بيشيل عن قريب بتاع المخرطة. السوق تاني خردوات، نفس الخردوات، وبعدين في زيت بالجملة بالقطاعي. هذا شأن السوق في القضارف في سنوات نضرات، فماذا عما بات يعرف بسوق النسوان؟ هذا التساؤل قادنا إلى حيث رهط من النساء بينهن الأم والحبوبة لبيع أصناف من السلع التي تأخذ قيمتها مما تمثله من رصيد تراثي ثر، فالمشلعيب والمحفظ والكنتوش وأنواع الطيب السوداني التي تعطر المكان، كلها تشكل حضورا أنيقا يمنح السوق خصوصية استحقها مع تتابع السنوات وتصاريف القدر. النسوان كان ما في نسوان في السوق، في عجايز ناس بتلهفيان الله يرحمهم كده عندهم سدادة وبيخطوها بالهنا، عندهم قدرة بتاع الزيت 4-5 نسوان ما كتار. نحن نجي السوق نودي الفطور لخالي. بعدين النسوان وين كان السوق حقهم؟ البنك بتاع السودان ده كان الراكوبة بتاعت النسوان، فيه الروب وفيه الطعمية وفيه كان العجين، ما في فيه الكسرة وفيه السعف. النسوان بصاد يعني ما كان هنا، الناس بيسووا الحبابات والبروش، والنسوان ما قاعدين يجي السوق كثير، ما كان بيجوا النسوان. الحبابات واحدة تجيب لها برش، تجيب لها حبابة مكنسة وخلاص كده، ما كان الحكاية تطورت كده النسوان انتشروا في السوق، لا ما في. ومع ارتباط كبير للناس بالمنتجات اليدوية، إلا أن زحف المدنية ورواج الصناعات الحديثة يشي بتبدل في أزواق الأجيال الناشئة، وهو ما يجلب الحسرة لنفوس من أوقفن حياتهن لأجل الحفاظ على ما تمثله هذه المنتجات من معان وقيم سودانية أصيلة. كنا نبيع القفاف والمصاويد والحبابات والبروش والنطوات، حسنا ديال كله نشرتهم انتهت، بقينا في الريحة والحطب والقفاف حقات الشغل الصغار صغار ديل، يعني منه ما في شيء، يعني شغل يعني نفرشه ما عندنا. وما يلفت بحق دقة الصناعة وجودة المعروض، والتي تعكس عناية بالحرفة ورغبة في التجويد لا تخطئها العين، وبذات القدر من العناية شرحت لنا الخالة فاطمة قاسم بعضا مما يعرض في السوق من سلع هي بلا شك معلومات ذات قيمة معرفية وثقافية كبيرة. ما بيعرفوا الكنتوش شنو، الكنتوش ده اصلا بيعملوه من طين، والمشلعين من زعف بيعلقوا فوق كده عشان الكدايس ما يخربوا لك قبل الكلب يدفك لك شيء. لكن حاسس زي شباب صغار دي، حتى لو جاي اشتروا مكنسة دي يقول لك اديني له كيس، اشتروا مفراك يقول لك اديني له كيس. الشباب اللسي وزمان بيختلفوا يعني كثير. وهكذا فإن جمال هذا السوق ينبع من تراكم السنوات وقدر كبير من الموروثات وطيبة وطيب يمنح الداخل إليه راحة نفسية لا تقدر بثمن. ألم نقل أن للمكان سحر أخاز؟ فهل أتاكم منه عبق؟